السلام عليكم ورحمة الله. ماذا إن رغب الرجل في الزواج من امرأة قد توفي زوجها وما زالت في عدتها؟ ماذا يفعل؟ هل ينتظرها حتى تقضي عدتها؟ لا، ربما يسبقه أحد الخطاب ويظفر بها. هل يصرح لها برغبته في خطبتها؟ أم ماذا يفعل؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. لا إثم عليكم أيها الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج من النساء المتوفى عنهن أزواجهن، ويستوي في هذا الحكم أيضا المرأة البائنة بينونة كبرى، أي المرأة المطلقة ثلاثا في فترة عدتها، فيعرض برغبته ويقول: إني في مثلك راغب، أو يقول: إنك لجميلة وإنك لصالحة وكثير من يرغب في مثلك، أو أن يقول لولي المرأة: إن انقضت عدتها فأخبرني، ولا بأس أن يهدي لها في العدة بهدية مناسبة. ولا شك أن هناك حكمة من التعريض بالرغبة في الخطبة والزواج، فما هي؟ الحق سبحانه وتعالى لا يكبت المشاعر، بل يريد التنفيس عن العواطف السوية والسليمة. فالله عز وجل يرعى مصالح الرجال والنساء، وفي نفس الوقت يحفظ الحقوق، فيكون هناك فرصة للتفكير العميق والتروي في هذا الأمر الجاد. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء دون تصريح. ولكن ماذا عن باقي النساء؟ ماذا عن التعريض والتصريح لهن؟ لا يجوز التعريض ولا التصريح للمرأة المتزوجة أو المرأة في عدة الطلاق الرجعي، لأنها في حكم المرأة المتزوجة. ويجوز التعريض والتصريح للمرأة غير المتزوجة أو المطلقة بعد انقضاء عدتها. ويجوز أيضا التعريض أو التصريح لمن فسخ عقد نكاحها أو لمن خلعت نفسها من زوجها. ولا ذنب عليكم أيضا فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن، فالله عز وجل يعلم ما تكن الصدور وتخفيه. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. علم الله أنكم ستذكروا النساء المعتدات ولن تصبروا على السكوت عنهن لضعفكم، فأباح لكم أن تلمحوا لهن أو تضمروا في أنفسكم. فالإسلام لا ينكر الميل الفطري بين الرجال والنساء، ولكن يهذبه ويقومه، فرفع الحرج عنكم فيما عرضتم وفيما أخفيتم. ولكن احذروا أن تواعدوهن على النكاح سرا، فهذا مما يتنافى مع الأخلاق الكريمة والعقول السليمة والنفوس الشريفة، فيصرح الرجل للمرأة برغبته في الزواج منها سرا، أو يسول لهما الشيطان الزنا في فترة العدة ثم يتزوجها بعد انقضاء عدتها، وقد يعقد عليها في فترة العدة، أو تكذب المرأة في شأن عدتها وأنها قد انقضت، إلا أن تقولوا لهن قولا معروفا بالتعريض والتلويح والتلميح. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها، فإن انقضت العدة وفترت الأحزان فأقيموا الأفراح وأتموا عقد النكاح. وأجمع العلماء على تحريم نكاح المرأة في فترة عدتها. واعلموا أن الله
أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وخافوه، وانووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه وطمعا ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه، حليم على عباده، لا يعجل عليهم العقوبة. جزاكم الله خيرا. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.